هي ومين هي ومين لو وقت اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين يا مساء الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي ومي. زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم كل سبت واثنين وخميس من الساعة 1 للساعة 2:30 على الهواء مباشرة. برحب بحضراتكم وبزمايلي خلف الكاميرات، وزي ما حضراتكم متعودين ان احنا في يومي بنهتم بكل حاجة تخص المرأة وكل حاجة تخص البيت المصري. سنة 268 لسنة 270 كان حكم الإمبراطور دوليكس. الإمبراطور ده كان أو الإمبراطور كلوديوس كان بيمنع جواز الشعب بحجة إيه؟ بحجة إن هم هيتعطلوا عن الخدمة العسكرية. أثناء معرفة فالنتين بأوامر الإمبراطور كان بيصر في السر إن هو يجوز العشاء أو أي اتنين بيحبوا بعض. عرف الإمبراطور كلوديوس بالفالنتين بيعمله، أمر إن هو يحبسه وإعدامه. أثناء فترة سجن فالنتين حب ابنة السجان. لما حب بنت السجان طبعا كان خلاص هو هيتعدم. في يوم إعدامه كان يوم 14 فبراير، يوم الإعدام كتب لها رسالة وبعت لها الرسالة دي وتم إعدامه. 14 فبراير ده تاريخ إعدام فالنتين. من هنا جت كتابة الرسائل، من هنا بقى العالم كله بيحتفل بيوم 14 فبراير عيد الحب أو عيد العشاء. مش لازم إن احنا نكون اتنين بيحبوا بعض كواحد وواحدة، أو يعني كل حاجة في الدنيا ليها قوانين. فالنتين كان بيجوز العشاء، يعني كل حاجة وليها قانون، كل حاجة بتنتهي بشكل قانوني وشكل رسمي. بنحب الأب، بنحب الأم، بنحب كل الناس اللي حوالينا. هو ده سر المحبة وسر فالنتين. فالنتين قديس يعتبر عند الكاثوليك، وهو اللي أسس عيد الحب. ليه بنختار اللون الأحمر في الفالنتين؟ لأنهم كان لما كل اتنين بيتجوزوا كانوا بيحذفوا فالنتين بالورد الأحمر. من هنا جت كتابة الرسائل واختيار اللون الأحمر للفالنتين. كل سنة وحضراتكم طيبين. 14 فبراير الاحتفال بعيد الحب. النهاردة هنتكلم عن كل أشكال الحب، الحب الرسمي، حب البيت، حب العيلة، حب الناس اللي حوالينا الأصدقاء، الشكل الرسمي للحب، إزاي إن إحنا نعبر عن المشاعر. النهاردة يسعدنا ويشرفنا وينورنا دكتور مينا جورج سمير، استشاري نفسي وأسري. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. إيه الأخبار؟ كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب؟ يعني اتكلمت وقلت مقدمة طويلة شرحت فيها بس قصة جميل. فالنتين قال إن دي حاجة وسنة على الأرض إن ربنا حطها علشان يبقى فيه يعني التقاء الاثنين اللي هم عايزين يكونوا بيت وأسرة وعيلة. عايزينك الأول يا دكتور تقول لنا إيه هو الحب. الحب هو ببساطة شديدة جدا زي ما تعودنا هي بتبقى مشاعر ارتياح بتتكون ما بين فردين. في جزء منها بيبقى الحب الفطري، يعني زي مثلا حب الأمومة، وفي الحب اللي بيتكون مع نشأة العلاقة زي الأبوة. الحب بتاع الأمومة دايما بيبقى فطري لأن الطفل بيبقى جزء من الأم. أي. وده مش تعبير مجازي، هو بيبقى جزء منها فعلا، وبيفضل لأول سنتين في عمره حاسس إن هو والأم حاجة واحدة. بعد كده بيظهر أول آخر في حياة أي حد وهو الأب، لما يكون ليه تواجد وحضور وتبتدي تنشأ علاقة الأبوة، ومع الوقت بتتكون المحبة أو الحب بتاع الأبوة. الحب الأكثر شيوعاً وأكثر حاجة درجة هو الحب العاطفي اللي بيؤدي طبعاً بشكله الرسمي زي ما كنتي بتتكلمي دلوقتي للزواج. إزاي إن إحنا بقينا بنحود بالمشاعر دي أو بالعواطف دي برة السياق، أو ما بتبقاش إن هي زي ما ربنا خلقها، ما بتبقاش إن هي يعني ربنا هو نفسه بيحبنا. تمام. فهو نفسه مش بيجرم الحب، الحب عند ربنا حاجة كبيرة جدا، ده هو بنفسه فدانا علشان بيحبنا. تمام. لكن ان احنا بقينا بنحود بقى بالمشاعر، بنعبر غلط، بقينا ان احنا مثلا يعني بقت انحرافات، ما بقاش ان هو نستخدم الحب بشكله الحلو.
دايما ده بيحصل لما يبقى الحب نتيجة احتياج. لما حد بيبقى محتاج مشاعر، ما خدش حب كفاية مثلا في طفولته، فتلاقي أي كلمات حلوة أو تعبيرات لطيفة تلاقيها بتستميل الأذن، ومشهور بالموضوع دوت أكتر البنات. الأولاد بيبقوا برضو ساعات مش شبعانين حب جوه البيوت، فبيعبر عن الحب بطرق مختلفة. عادة التشوه اللي حصل فيما يخص الحب ناتج عن احتياج، وعادة بيبقى احتياج نفسي. احتياج نفسي من البيت نفسه، احتياج يعني للشخص عايز يعوض الطريقة اللي هو ما خدش الحب فيها بشكل كويس وصح. يعني احنا حتى في الكورسات او المحاضرات اللي بنقدمها عن التربية بنبقى حريصين جدا ان احنا نقول ايه الاحتياجات النفسية اللي بيحتاجها كل سن وكل مرحلة، عشان خاطر الاباء والامهات. يعني حتى بنمثلها باناء كده او حله، ساعات بنقول حله وبنقول ان احنا بتفضل عايشه معانا طول العمر. كل مرحله عمريه اللي هي من الولاده لغايه سن سنتين، ومن سنتين لثلاث سنين ونص، ومن اربعه لسته، وبعد كده من سته لغايه قبل المراهقه، بنفضل نملى كل شويه الاناء ده بالاحتياجات النفسيه اللي محتاجاها كل مرحله. لما بنبقاش على وعي بده ساعات بنتلخبط، بندي حاجات مش في الوقت المناسب بتاعها، ساعات ندي الحاجات بزيادة قوي، الإفراط برضو ان انا ادي الحاجات بيتحول الموضوع لدلع. وساعات ان انا ابقى لا شحيح المشاعر، مش بدلهم الحاجة في وقتها المطلوب. كل ديت بتسيب اثر جوه نفسية الطفل، فتخليني اطلع بعد كده محتاج احتياج معين. أقرب علاقة ممكن تبقى بتسدد لي بعض الاحتياجات دي شعوري بالقيمة، شعوري بأن أنا محبوب، شعوري بأن أنا مقبول، أتعلم أن أنا بقى بستقبل الحب إزاي، يبان بقى في الوقت بتاع الارتباط، أو ساعات يبتدي كمان في المراهقة. عشان كده بنلاقي الموضوع ده هو التحدي كبير جدا، وأصعب سؤال بيتسأله أي أب وأم لما الولد أو البنت يخش في علاقة ويجي يقول، ده بيبقى ولد شجاع جدا واحنا بنشجعه، او بنت شجاعه جدا وعندها شفافيه وترانسبيرنسي ومش خايفه ومش قلقانه. بس ده برضه من التربيه يا دكتور، يعني طبعاً. ان احنا علمناه من البدايه ان هو بيحكي، يجي ويتكلم ويعبر عن مشاعره. عايز اقول لك حاجه حقيقيه حاصله انا بشوفها طول الوقت، مفيش بيوت فيها قصور تام. أيوة. يعني كل واحد او كل اب وامه بيبقى عنده صوره كده للتربيه هو ماشي وشغال عليه، ف ما فيش ابدا حد مش مدي كل حاجه، ده شيء بس كل حد بطريقه نادر. ساعات الولاد ما بتفهمش ده بالظبط، يعني يا اما هم ما بيفهموهوش، يا اما انا ما بكونش واضح، لان أو خلي مش بالك مش عارفين طريقه التعبير، ما بتبقاش واضحه. هم الحلقه الاضعف، انا لازم ابقى اكثر وضوحا، لازم اتاكد انه بيتكلم، لازم ادعوه ان هو يبقى بيتكلم، لازم ابقى بعمل قعدات هدفها بس ان احنا نتكلم، لازم ابقى رول موديل او قدوه، هو يبقى بيشوفني ان انا بتكلم وعبر عن مشاعري. حد ما شافش باباه ابدا عبر عن مشاعره قبل كده وهو ولد وطالع متربي جوه البيت، طبيعي جدا الاقيه اغلب الوقت ساكت، ما بيقولش، ما بيبينش، بيحس الحاجه ويفضل كاتم جواه، وبيبقى فاكر ان هي ديت الصوره الحقيقيه والصح للرجوله. طب ليه يا دكتور مثلا احنا بنقول في البنات ان هم مثلا لو في ساعه الاحتياج للمشاعر او الاحتياج لان حد يهتم بيهم يعني بيلجأوا ماشي للموضوع ده، لكن ليه الولاد علشان تضحك على بنت مثلا تلجأ لان هي تدي مشاعر وهما ما يكونش موجوده؟ بيبقى اغلبها رغبه في السيطره. انا عايز احس ان انا سيد الموقف في حاجه. جيت في الوقت بتاع المراهقه اللي هو اغلب الناس بتبقى متلخبطه فيه، هو انا كبير ولا انا صغير؟ في فيض من الهرمونز، ده حاجه فيسيولوجيكال بتحصل جوه الجسم، بتطلع في وقت المراهقه. يعني المراهق ده بيبقى تعبان داخليا وتعبان خارجيا، وفي نفس الوقت كمان هو عنده حاجه اسمها انسرتينيتي، مفيش توكيد للكيان بتاعه. وده بيبقى دور الاهالي، وبيبقى حاجه محتاجه ان احنا بنشتغل عليها ونبقى عارفينها. يعني ده عدم ثقه في النفس، بيبقى يا اما عدم ثقه في النفس، يا اما هو بيحس بالقيمه لما يبقى بيعمل كده، يا اما هو بيقلد. يعني لو قلنا الاسباب الحاجات دي كتيره جدا، ساعات يبقى بيقلد، هو شايف الولاد المقبولين قوي بيعملوا كده، فيلا نبقى بنجرب. خرج مع الأصدقاء، ودي حاجة دايما بندعو الأهالي ليها، خلي بالك من أصحاب ابنك أو بنتك
واعرفوه، اعرف الاصحاب واعرف اهاليهم. يعني من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها ايجابيه ان يبقى الاهل يخرجوا هم والولاد اللي اصحاب في المدرسه، اصحاب في النادي، اصحاب في الكنيسه، تبقى حاجه كويسه. انا ببقى شايف الاهل وببقى شايف الولاد، ببقى عارف عيالي بالظبط علاقاتهم عامله ازاي، ولما يجوا يسالوني لازم يلاقوا عندي راي حكيم. فلان قال فلان حاجه، المفروض الصح ايه؟ فهنبتدي بخطوه ان هم يعبروا عن مشاعرهم فيجوا يحكوا، والموضوع ما بيقفش هنا، لازم لما يجوا يحكوا يلاقوا عندي راي حكيم عشان خاطر يجي يسالني تاني. طب وافرض طبيعه الاب والام، يعني في يعني كل طبعا اب وام يعني اكيد بيحبوا اولادهم، ما خلفوهمش كده ومش بيحبوهم يعني، بس ساعات طريقه التعبير بتختلف او في التربيه بتختلف. في ناس بتربي بحنيه شديده، في ناس بتربي بتوازن، في ناس بتربي بالعنف. هو ده طريقتها او اسلوبها في ان هي تربي بالعنف. طب الولاد تفهم ازاي ان هو بيحبني بس هو اسلوبه كده؟ هو مش هيفهم. عشان توقاتت شورت واختصر، هو هيبقى ليه اللي هو شايفه. مش هنسى في مره كنت بقدم محاضره في سن جامعه، وولد من الولاد اللي قاعدين كنا بنتكلم على حاجات ليها علاقه بتطور الشخصيه وازاي ان هم يبقوا شايفين الحياه احسن على الرغم من الضغوط اللي حواليهم. وبعد المحاضره انا مش هنسى الولد دوت جه وقعد اتكلم معايا وصرح بمنتهى الصراحه ان هو عمره ما عرف يعني ايه اب بيحب ابنه. يا خبر. وحضرتك بتقولي اكيد الاب بيحب، لا، هو الولد من وهو صغير ولغايه ما بيكبر هو ما بيبقاش شاف غير تصرفات. لو التصرفات دي ما بتعبرش عن الحب، ولو الاهالي ما عرفوش هي ايه اللغه اللي بتناسب ابنهم او بنتهم وابتدوا يمارسوا الحب او يبتدوا يمارسوا كل لغات الحب معاهم عشان خاطر يوصلوا لاكتر حاجه بتناسبهم او تبسطهم او تسعدهم، ده مش دور الاطفال ومش دور العيال. فهو مش هيبقى عارف يعني ايه حب. وده على فكره يبرر بعد كده لما هو يطلع ويبقى بيتعامل بوازع انتقامي في علاقات مع بنات، لان هو في العلاقه هو الحلقه الاقوى. يعني هناك في البيت كان الحلقه الاضعف. يعني لو شاف في البيت مثلا علاقه الاب والام مش ما فيهاش التعبير او المشاعر او الحاجات اللي هي العلاقه الحلوه، الكلام الحلو مثلا، ما بيطلعش كده، يطلع بقى بشكل عكسي لما يطلع. ساعات لا، ما ينفعش نعمم حاجه. في حد بيبقى عكس البيت خالص لان هو بيبقى شايف ان ده مش حاجه منطقيه فعايز يغيرها تماما. وفي ناس بتبقى لا زي ما انا شفت، وفي ناس بيطلعوا شخصيات هم شايفين ان هم طلعوا كده كويسين. يعني في حاجه اسمها الاستحقاق، دي بنشوفها كتير قوي لما تعملي انترفيوهات لناس في شغل، بالذات في الزمن بتاعنا ده. في معلومات كتيره وصلت للاهالي حقيقيه وصحيحه عن التربيه، لكن مش معلومات كامله. فبتخلي الاهالي يعملوا ايه؟ يبتدوا ينفخوا العيال بالمعنى الحرفي كده، طول الوقت يكلموا كلام ايجابي وما يبقاش ليه اساس، يشجعه وما يبقاش ليه اساس، يقول له قد انت فنان والولد ما بيعرفش يلوم، مش الحته اللي ربنا اداها له او موهوب فيها. هو سمع نص المعلومه، ودي حاجه خطيره جدا، خلاص من غير اساس خدها طبقها وقال انا طول الوقت بطبطب وطول الوقت بقول له انت شاطر وطول الوقت بشجعه، لكن نسيوا ان التشجيع لازم يبقى على حاجه حقيقيه. فبيطلع الولاد في جيل بنشوفه النهارده اغلبهم بيقدموا في الاشغال، هو حاسس باستحقاق، هو حاسس انه احسن واحد في الدنيا، بس تقول له طيب ده عشان عملت ايه؟ ما تلاقيش اجابات، لا تشجيع وبس، ما تلاقيش اجابات، تلاقيه عايز مرتب كبير جدا في الشغل وهو ما قدمش حاجه، ما فيش كمان خبره. مش بيبقى حاطط ويت للخبره، هو طالع طول الوقت حاسس ان هو الافضل بدون ما يقولوا له انت الافضل على ايه. فالقصه الشهيره بتاعه الام اللي قالت لابنها قد ايه الرسمه جميله فطلع فنان مشهور، الناس سمعتها وراحت تبقى بتطبقها، بس هو كان فعلا فنان. لازم اقول له واضيف له حاجه، عارف لو استخدمت اللون الفلاني للموضوع يبقى احلى، ليه سايب الخلفيه ديت؟ طب ما تجرب تحط فيها لون. اقول له كمان اضافه عشان يبقى عارف ان اللي وصل للرسمه ان هي تبقى حلوه المجهود، مش الكلام اللي انا عمال بقوله لك وابقى بنفخ فيك واعظم فيك. ايوه. طيب احنا كده مثلا ان عندي يعني الابن او في البيت عندي الاسره هي اساس كل حاجه زي ما حضرتك بتقول. طبعا. انا طلعت حد سوي فطلع ان هو مشاعره سويه، حد طلعت مشاعره مش سويه، المفروض ان التصرف معاه يكون ازاي يا دكتور؟
وهو لسه في بيتنا ولا في العلاقات بعد كده؟ انا اكتشفت حتى ابني هو في يعني البيت. في البيت عادة لو هو الولد طلع كده والمشاعر مش سوية الأهالي مش هيبقوا بياخدوا بالهم. ليه؟ لأن أنا اللي مربي، فأنا اللي مصدر الصورة دي، فهو مراية ليه. فأنا مش يعني لو بيعمل حاجة شبهي أنا مش هبقى بحكم عليها حكم سلبي. مش هبقى بحكم عليها حكم سلبي. دايما بيبقى لما أنا بقابل ناس تانية، أتواجد في وسط مجتمع شغل، أطلع ارتبط، تلاقي الخلافات اللي ما بين المرتبطين والمخطوبين في بداية العلاقة هي عبارة عن سبوت لايتس. ايه ده؟ هو اللي انا اتربيت عليه كل الفترة اللي فاتت ده ينفع ما يبقاش حقيقي؟ ينفع يبقى فيه عيوب؟ ففي ناس عندها اتفضل يا دكتور كامل. في ناس بيبقى عندها وعي فبيحط الاحتمال بتاع ايه؟ طب ما يمكن يبقوا صح. اقرا، اسمع، اعمل سيشن مع حد متخصص، اروح في اجتماع اسال، فيروح هو فعلا الحاجه اللي انا طالع بيها من الطفوله ديت محتاج اشتغل عليها. وهي دي ريسبونسابيلتي او المسؤوليه اللي احنا بندعو كل الناس اللي فوق ال 21 سنه، بنقول لهم خلاص اللي حصل في التربيه حصل، انت خدت مسؤوليه نفسك ابتداء من السن ده، وبيسموه سن الرشد. عشان كده تقدر اي حاجه انت طالع بيها تقدر ان انت تبقى بتشتغل عليها وتطورها وتشوف نفسك بكره احسن من بتاع امبارح. طب وفر الناس ما عندهاش الوعي ده، ان انا شايف ان انا مثلا لو الخطيب او الخطيبه لا هو اللي غلطان على طول، هو اللي غلطان وهو اللي لازم يصلح من نفسه مش انا. بيحتاجوا ان يبقى ياخدوا راي مشوري، لازم الاثنين يبقوا مع بعض بياخدوا راي مشوري. بيتعمل جوه الجلسات ديت حاجه اسمها تصحيح الافكار. جزء من الجلسات المشوريه بتبقى في حاجه اسمها تصحيح الافكار، فانا لو هو عنده فكره خاطئه طالع بيها من الطفوله بصلحها له، لو هي نفس الكلام وهي اللي بتغلطه وهو ممكن يبقى بيتكلم في حاجات طبيعية وعادية بنصلحها. بنعلم ونعرف حاجة اسمها ان الست غير الراجل. طب ايه الاختلافات؟ انا هخش العالم بتاع الرجال والولد هيخش عالم النساء من غير ما يبقى عارف بعض الاختلافات العامة، ده هيبقى شيء متعب ومرهق جدا. معروف ان اغلب البنات بيبقوا اكتر ملاحظة للتفاصيل. معروف ان النظره بتاعه الرجال او الذكور بتبقى نظره اكثر شموليه، فكر في مستقبل، فكر طول الوقت في حاجات مهمه، فكر في الانجاز. هي طول الوقت بتميل للمشاعر، هو بيميل للانجاز وان الحاجه تبقى بتتم عملي اكتر منها. في طبعا سيدات عملية بس طبعا العاطفه ساعات بتتحكم برضه في الموضوع يعني شوية. ده لا ينفي ان الاثنين عندهم كل حاجه، وينفع يبقى راجل عاطفي جدا ورومانسي مفيش مشكله خالص. لكن هي الفكره كلها لازم نبقى الاختلافات الاساسيه على الاقل عارفين ومتفقين عليها وعارفين بعض. احنا البلس في الموضوع او البركه في الموضوع ان انا ما بيبقاش عندي مهمه غير ان انا اعرف شريكي ده. انا مش محتاج اعرف كل النساء مختلفين عني في ايه، لا هو الشريك اللي انا الخطوبه بتبقى خطوه ان احنا نبتدي نعرف بعض، بعد الجواز بيبقى في شغل برضو على العلاقه ان احنا نبقى بنعرف بعض اكتر. هدفي في الاول وفي الاخر ان انا اعرف الشريك ده بس. طيب احنا من البدايه خالص يا دكتور بيبقى عندنا كده خطا في ان احنا يعني بنطلع الطفل مش عارف يوجه مشاعره ازاي. حتى لو احنا سويين بس هيوصل لمرحله مثلا مرحله المراهقه عنده مشاعر عايز يطلعها عايز يوجهها لحد. ازاي ان انا افهمه البدايه بقى ان انا اول خطوه دي اول ما احس بحاجه؟ طبعا حضرتك قلت ان احنا في الاول الحوار طبعا، الى جانب الحوار نعمل ايه؟ لازم افهمه ان كل مرحله بيبقى ليها المميزات بتاعتها وبيبقى ليها الحاجات اللي مش هينفع تبقى بتحصل في المرحله دي. لكن انا ما بحرم سواء ولد ولا بنت طبعا ما بحرموش من المشاعر. يعني ينفع تحس مشاعر وتميل ناحيه شخص، والحب شيء جميل جدا، بس احنا النهارده ده الرد اللي بنرده عليهم، احنا النهارده مش مستعدين للخطوه دي ولا سننا يسمح. وانا بقول لك وبعرفك ان السن بتاعك ده المشاعر بتبقى متقلبه وبتبقى مش مستقره، ومع الوقت انت ممكن الاكستريم اللي انت حاسس بيه دلوقتي ممكن بعد شهور ما تحسوش. وكل ما تحس حاجه تعالى وقول لي. وطئه المشاعر على الانسان كبير او صغير او مراهق بتقل بشكل كبير جدا لما يعبر عنها ويصرح عنها. صحيح. تعال اتكلم معايا كل شويه وننزل ونتكلم ونتقابل وانا عارف ان انت عندك المشاعر دي، احنا اتفقنا مع بعض ان هي مش مناسبه. الناس اللي بتعمل كده بيلاقوا ان شهر اتنين
يجي الولد او البنت انا فعلا هو ايه اللي انا زي ما بعمله. انت قلت كده انت يعني مش خلصت المراهقه، انت كده عديت المراهقه، كسر الحاجز طبعا او الممنوع المرغوب، وبابا وماما طلع رايهم صح. هما فعلا اللي قالوه حصل وما منعنيش. بنشوف حاجات ناس بتتعامل بعنف، ناس بتتعامل بان الاولاد يتحبسوا في البيت ما ينزلوش عشان خاطر بس انا صرحت بمشاعري. طب انا اجي اتكلم معاك واحكي لك تاني ازاي؟ صحيح، ده برضو في البنت كل واحد بتبقى ليه بقى ردود فعل. البنت زي الولد. اوكي. مفيش لو احنا في البيت في الحته بتاعت المشاعر دي خالص. ايوه. طب لو احنا في البيت نفسنا، احنا عموما المجتمع المصري بقت يعني ما عندناش قوي حته التعب، لازم مناسبه زي دي علشان خاطر نعبر لبعض. احنا يا ريت نعبر في المناسبه. في ناس بتتجاهل المناسبه عشان ما تعبر، لو في ناس بتطلب او عشان ما تجيبش هديه، في ناس بتطلب نصا وبيترد عليهم لا. يا حول الله يا رب. طيب لو حصل موقف زي ده كده، المفروض ان احنا نفضل مثلا يعني برضو زي ما قلت في الاول، المشاعر مش لازم لحبيب وحبيبه او زوج وزوجه وبس، يعني ده في جنبهم ناس تانية، في الاب، في الام، الجده، الاطفال، كل الناس المحيطه بينا، الاصدقاء. ازاي ان احنا نبقى كلامنا حلو يا دكتور؟ ازاي ان احنا ما نستناش مناسبه علشان خاطر نعبر فيها عن مشاعرنا للناس اللي حوالينا؟ ده بيبقى تدريب، وبيبقى لازم صاحب يعني صاحب الحاجه عايز يبقى كده. يعني اللي بنشوفه كل يوم، لا في ناس بتتطور بشكل كبير جدا. انا شفت وعشت مع ناس ما كانوش بيعبروا تماما عن حبهم او قبولهم للاشخاص اللي قدامهم، ومع الوقت طوروا ده. لما الانسان يقرر ان هو عايز يبقى كده، لا انا عايز اطور الحته دي فيا، عايز ابقى شخص بعرف اعبر عن مشاعر الحب بتاعتي، وان انا اتحب كمان بالطريقه اللي انا نفسي اتحب بيها. وده بيبقى تحدي كبير جدا، لان في ناس كتير وجوه العلاقات الزوجيه وبيبقى سنين من العشره، بتلاقي ان انا بعبر لشريكي بالحب عن الحب بالطريقه اللي انا نفسي اتحب بيها، مش الطريقه اللي تناسبه هو. فبتلاقيه انا ببذل مجهود كبير جدا وهو مش حاسس، يعني هو مش عارف يبقى بيستقبلها لان مش دي الطريقه اللي هو نفسه يتحب بيها. فمن اكتر الحاجات اللي دايما بقولها، لو انت بتشوف ان شريكك مثلا بيستخدم لغه الحب اللي هي اعمال المساعده طول الوقت، عمال يبقى بيساعدك ومستغرب هو انت مش بتتحب ليه؟ انا عمال احب فيك اهو وبساعدك وداعم وشخصيه داعمه والكلام ده كله، بقول لهم خلينا اذكياء شويه، ولما تلاقيه بيعمل الحاجه ديت معاك اعرف ان دي لغه الحب بتاعته. ايوه. مارسها معاه من غير ما حتى هو يبقى بيتكلم، من غير ما يطلب، هتلاقيه بيتجاوب معاك جدا، لان هو نيته انه يقدم لك احسن حاجه عنده. طب هو ايه احسن حاجه عنده؟ الطريقه اللي بيحب يتحب بيها. طيب كده بنلاقي بقى بعض البنات عايزه تجذب اهتمام اللي هو لافت نظرها او اللي معجبه بيه، ايه الفرق بين الاعجاب وبين الحب يا دكتور؟ يعني انا مش لازم انا معجبه بحد فلازم هو يحبني بالعافيه يعني. الحب كلمه يعني عميقه قوي. الاعجاب أول خطوة أو درجة اللي قد تؤدي إلى حب بعد كده لو مشينا في السياق الصح بتاع العلاقة، وممكن لأ، لكن دي الحاجة الطبيعية. صعب جدا حد يبقى بيرتبط بحد بالذات في العصر بتاعنا دوت من غير ما يبقى انجذب له. فأنا بحس بانجذاب، بحس إن الشخصية من بره كده مناسبه ليا، بيبقى في قبول للشكل والفيزيكال ابييرنس اللي هو الشكل الخارجي بشكل مبدئي الاول، ده اللي ممكن بعد كده يخلينا ناخد خطوه 2 3 4 لغايه ما نوصل بقى للحب اللي هو من وجهه نظري هو حاجه ما لا نهايه، دي حاجه ما بتخلصش ومعنى عميق جدا، بدليل ان يعني من اكتر العلاقات اللي احنا بنشوف ربنا بيعلمنا فيها الحب هي الجواز. صحيح. فالجواز بيقول ان بنبقى جسد واحد، وحرفيا بيحصل البلند ده او الالتحام ده ما بين الزوج والزوجه بعد السر المقدس. فعشان كده الموضوع بياخد مراحل وبياخد تعب وبياخد مجهود، اول خطوه فيهم بتبقى الاعجاب، ممكن اعجب بشخص 2 3، لكن لما العلاقه بتبقى اكتر عمق وبتبقى صحيه وبتبقى حقيقيه، ده اللي ممكن يبقى بيوصل للحب لمفهومه الحقيقي. طب والعشرة يا دكتور؟
طبعا العشرة ليها دور كبير، لأن العشرة من أكتر حاجات اللي بتميز العشرة. شكرا أن أنت قلتي الموضوع ده، هو أن إحنا بنعرف بعض أكتر مهما كانوا مخطوبين 7 سنين، ومهما كانوا عارفين بعض، ومهما كانوا متربيين سوا. البيت الزوجية ده حاجة بيختلف خطيرة جدا. خلاص لما بيدخلوا للعمق الدنيا بتختلف، يعني في بعض الحاجات تماماً. بتبقى في الإكستريم زي ما حضرتك بتقول، أو في أعلى درجة ليها في الأول، ومفاكرين بقى أن الدنيا ورد وقلوب ومش عارفة إن ندخل للجواز تلاقي الدنيا مختلفة تماما. البعض ما بيفسرش الفرق ده. لا، العشرة مهمة، مهمة جدا، وبتعرف الاتنين بعض أكتر، وبتخلينا نعرف عن بعض حاجات عميقة جدا ممكن ما يكونش أي حد عارفها غير شريك حياتي. فهي ليها ويت كبير. وهنا لازم نقول إن شكل الحب كمان مع الوقت بيختلف. ففي البداية ما فيش أي مانع إن يبقى الفالنتاين حدث تاريخي، وإن إحنا نبقى بننزل وبنجهز له، الولد والبنت بيجهزوا له في وقت الخطوبه والارتباط. بعد كده بيتنسي خالص. لا مش هيتنسي، بس ممكن يبقى بشكل مختلف. انا يعني صعب قوي ان انا ابقى بحتفل بالفالنتين زي ما كنت بحتفل بيه من الجامعه. مش هتبقى حاجه منطقيه. لا، انا عرفت مراتي اكتر، هي عرفتني اكتر، عرفت انا بحب ايه، ايه اكتر حاجه انا محتاجها في الوقت ده. لان خلي بالك برضو احنا حياتنا بتمر بمراحل. ففي وقت الراجل مثلا بيبقى اهم حاجه عنده الانجاز والشغل، وان هو يحقق حاجه ويحقق الاطمئنان والاستقرار بتاع البيت. فلو في الوقت دوت هي مدركه ده وعندها الوعي ده، وبتقدم هديه، مش لازم هديه ملموسه يعني، بتقدم هديه بتخدم على الهدف بتاعه اللي هو طول الوقت عمال بيسعى له ده، هو هيحس بيها جدا، وده هيبقى فعلا المعرفه الحقيقيه والحب الحقيقي والوعي الحقيقي. نفس القصة، هو ممكن الوقت اللي هي بتبقى حامل فيه بعد الولادة، كل مرحلة بيبقى فيه احتياج معين هو اللي مسيطر على الساحة اليومين دول. لو صادف ان الفالنتاين في الوقت دوت، وانا قدمت الحاجة اللي مطلوبة في الوقت دوت بالظبط، لا ده بيبقى ليه ويت وقيمة كبيرة جدا، ومش هتبقى شبه ان احنا الاتنين موراناش حاجة غير ان احنا بنجهز العش اللي هنتجوز فيه. وده حاجة وده حاجة. فكل ما أنا كنت عارف شريكي أكتر، وبسعى أن أنا أعرفه أكتر، وبدي بانفست أو بستثمر وقت أن أنا أعرف أكتر عن شريكي طول الوقت، مش وقت الفالنتاين بس، ده يساعدني أن أنا أقضي فعلا فالنتاين حقيقي وانبسط وابسط شريك. يوم معين لازم يبقى في طول الوقت. طيب التقدير بقى يا دكتور، يعني ان انا بقدم حاجات كتير، او الام مثلا بتبقى تعبانه في البيت ويجي حد يقول لها هو انت بتعملي ايه؟ اوكي. او هو انت بتتعب زي ما انا بتعب، ده انا طول اليوم تعبانه مع الولاد وانت حاسس بينا. من الفجوه دي اللي بتحصل يا دكتور، منين يعني نوجد التقدير؟ التقدير احد لغات الحب. في ناس بالنسبه لها التقدير ده هو وقود الحياه، بتلاقيهم عايزين ده في الشغل، وعايزين ده في البيت، وعايزين ده من العيال. يعني لما تلاقي ان حتى الاطفال مش بياخدوا الحاجه اللي هم محتاجينها من التقدير، او الاهل مش بياخدوا التقدير من الاطفال على حاجه عملوها، بتلاقي الموضوع بيوترهم جدا. فده احد لغات الحب. وفي ناس عندها الموضوع ده بنسبه كبيره، بيحبوا التقدير. ايوه تمام. فدول ناس لما نعرف عنهم كده، لو سمحتوا يا جماعه نقدر الحاجات اللي هم بيعملوها، تمام، عشان ده الوقود اللي هيخليهم يكملوا ويتنفسوا ويكملوا عايشين. غير كده التقدير حاجه جميله جدا، احنا بنحاول ان احنا نبقى بنتعلمها ونمارسها مع كل الناس، حتى لو هم مش في الاحتياج الشديد للتقدير. ودايما في مقوله بقولها في اغلب اجتماعات المتزوجين بالذات، مش معنى ان انا بعمل دوري ان انا ما اتقدرش عليه، زي ما كنتي بتقولي دلوقتي بالظبط. انا دوري البيت مثلا والست مش بتشتغل، فمش معنى ان انا مش معنى ان انا بعمله ان انا ارجع اقول لها انت بتعملي ايه، ما انت طول اليوم قاعده في البيت مرتاحه. لا، هي مش مرتاحه. وبنقول حاجه بسيطه جدا، لا هي تسيب البيت يوم هتلاقي الدنيا خير، وهو يبقى بيحضر اليوم ده. واخر اليوم حتى لو هو ما عملش حاجه هيشوف ايه اللي بيتعمل في اليوم ده. للناس اللي مش عارفه ايه اللي بيتعمل، لكن الموضوع اكيد معروف وباين وظاهر جدا. يعني البيت ده مش اكيد مش قائم لوحده يعني.
وهو بيشتغل عشان خاطر يأمن الأسرة ماديا، وان الشغل ده قيمة مهمة جدا عند اغلب الرجال. اي حاجة بتأثر على الشغل دي حاجة ما بتبقاش إيجابية خالص عند الراجل، فهي لازم برضو تقدر تعبه ومجهوده اللي هو يبقى بيعمله في الشغل مع ان هو لازم يشتغل. فمش معنى ان انا بقوم بدوري ان انا مبقاش بقدر عليه. احنا دكتور لسه مكملين كلام مع حضرتك، والموضوع كبير جدا بقى ومحتاج ذكاء. يعني أكيد. احنا عشان نعمل الحاجات دي كلها محتاج يبقى كان عندنا قرايه بقى للي قدامنا، ان احنا نقرا ازاي. تمام. نقرا ازاي بقى المشاعر، ونقرا ازاي التعبير عن المشاعر، وكل شخصيه محتاجه ايه، ده هنعرفه بعد الفاصل. منورنا النهارده دكتور مينا جورج سمير، استشاري نفسي واسري. بعد الفاصل خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. للي ما تابعش معانا من قبل الفاصل، بنتكلم عن التعبير عن المشاعر بشكل صح، نفرق ازاي، نهتم ازاي بالطرف الاخر، نتكلم ازاي، ننشئ ازاي فكره الحوار بين الطرفين، نعبر ازاي عن الحب بيننا وبين كل الناس اللي حوالينا، مش شرط حبيب او حبيبه بس، كل الناس اللي حوالينا ازاي نعبر عن مشاعرهم او عن مشاعرنا ليهم، ازاي نقرا بقى ونفهم الناس اللي حوالينا، او يعني نبقى عارفين كده كل واحد طريقته ادخله منين، طريقته ازاي ان انا اعبر له ازاي ان هو مهم عندي. اهم حاجه ان انا احسس الناس اللي حواليا فعلا اللي هم ليهم مكانه حقيقيه، مش ان احنا نكون بنعبر وخلاص، او ان احنا بنعجب وخلاص. كل حاجه وليها قانون، كل حاجه وليها تقدير. ده اللي كنا بنتكلم فيه مع دكتور مينا جورج سمير، استشاري نفسي واسري. منور يا دكتور. كنا بنتكلم بقى ازاي نقرا بقى، ازاي نقرا الطرف الاخر ونعبر بقى صح بالطريقه اللي هو عايز يفهمها لنا واحنا مش فاهمين. هو في 5 لغات للحب اغلب الناس اتكلموا عنهم، ومن الحاجات المعروفه جدا اللي ألف الكتاب بتاع لغات الحب الخمسه، هو كان حد اشتغل حوالي أكتر من 40 سنة في المشورة الزوجية ما بين العلاقات جوه الزواج، فهو كان الكلام خاص أكتر للعلاقات الزوجية. بعد كده لقوا إن هي ليه لأ، ما يمكن ممكن تتطبق في كل العلاقات، بس على حسب شكل العلاقة وبيحصل تعديلات صغيرة خالص فيها. فلغات الحب الخمسة، أول لغة هي أنا عايز أبتدي بيها هي لغة الوقت. دي حاجة من الحاجات اللي هي يعني محدش بيتكلم عنها كتير، وهي بتفرق كتير جدا مع البنات أو الزوجات أو السيدات، إن يبقى في وقت. والكلمة الأكثر شيوعا اللي بنسمعها أنا نفسي أحس إن أنا جزء من يومه، لأن الدوامة اللي الناس فيها دلوقتي والأشغال، وناس كتير ما بتشتغلش شغل واحد، فدي بتخلي ان فعلا حتة الوقت دي مش موجودة ومش متاحة، ان احنا نبقى بنقعد، والوقت دوت بيبقى جواه حوار، والوقت بيبقى جواه ان احنا بنعرف بعض اكتر، والوقت ممكن يبقى جواه ان انا امارس مشاعر واعرف عن شريكي وهو يعرف عني بشكل كبير، فبيبقى حاجة بتتطور فيها العلاقة بشكل كبير جدا. طب وافرض يا دكتور كان موجود فعلا في فترة الخطوبة، وفترة اللي الناس بتهتم فيها ببعض بشكل يعني المفروض ان هو يكون حاصل، وتغير بعد الجواز زي ما قلنا مع تغيرات الحياة، بقت فيه اهتمامات تانية، بقت فيه تعبير تاني عن الحب، جزء من الوعي ان انا اعرف ده واقدمه. نعمل لنفسنا وقت، ما اقولش ان هو مش مهتم بيا بقى او ما بقاش سائل، لان في حاجات تانية. اطلب، لو انا الشخص اللي معني بالوقت يبقى أنا بأطلب إن إحنا يبقى لينا وقت مع بعض، وأبقى مرتب الوقت دوت عشان خاطر يبقى وقت لطيف، مش هتكلم فيه عن مشكلات، مش هتكلم فيه عن تحديات، مش هتكلم فيه عن مصاريف، مش هتكلم فيه عن حاجات ممكن تبقى عن أي حاجة سلبية، عشان خاطر شريكي لو يحب إن الموضوع دوت يبقى بيتكرر تاني. لكن لو انا هروح هنتكلم على نفس الامور اللي احنا بنتكلم فيها في الوقت العادي وفي التليفون والشات اللي ما بيننا، هو مش هيبقى بيحب ان احنا نبقى بنقضي الوقت ده. فان احنا نبقى prepared او مجهزين الوقت ده، ده بيبقى شيء مهم جدا. لو هو حاجه ما بتحصلش وبقالنا فتره ما بنعملش كده، نطلبه ونسيب للشريك ان هو ممكن يبقى بيساعدنا في اختيار الوقت على فكره.
يعني في ناس بتخش الدخله بقى بتاعت يوم الثلاثة الساعة 7 احنا لازم نقعد مع بعض. اروح ازاي؟ ما لو ورايا حاجة. انا حاسس ان في حاجه حد بيتوعدني انا مش هبقى متشجع ان انا ابقى بروح. فلا احنا ممكن نقول كذا ميعاد، انا هبقى فاضيه في الوقت الفلاني، هل ده بيناسبك؟ محتاجين ان احنا نبقى بنقعد نعمل كذا، فما يبقاش فيه، يبقى فيه وضوح، ما يبقاش فيه اي مفاجآت، ما بقاش دماغي بتودي وتجيب يا ترى عايزه تقعد تبقى بتتكلم في ايه، او هو لما يجي يسالها يا ترى هو عايز يبقى بيكلمني في ايه، ده مش متعود على كده. فنخلي فيه وضوح ونحدد وقت مناسب لينا احنا الاثنين، ما يبقاش فيه الميعاد بعديه حاجه عشان خاطر ما نبقاش قاعدين متوترين وحاسين ان الوقت مش هنبقى طيب بناخد الفايده. ده الوقت فاضل لنا نص دقيقه، عايز اعرف باقي الاربعة. باقي الاربعة طبعا الهدايا عشان الفالنتاين نحطها رقم 2. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، الهدايا لازم نبقى بنختار الهديه اللي تبقى بتناسب شريكي، هو بيحب اي نوع من انواع الهدايا، ودي بتفرق جدا وبتحسس فعلا الشريك ان انا عارفه وجايب له الحاجه ليه هو مخصوص، عارف اهتماماته. تمام. في اعمال المساعده، ودي حاجه طبعا مهدره. احنا بنحتاج ان احنا يتعامل لنا بس من قلبنا، يبقى بيساعدني في الامور الحياتيه اليوميه، او هي تساعدني في الامور اللي ممكن تبقى بتعمل فيها، دي بتفرق جدا. وكلمات التشجيع والتقدير دي رقم 4. في ناس هي دي زي ما قلنا الحاجه المحرك الاساسي ليهم، مش في الجواز بس، في كل العلاقات. واخر حاجه التلامسات، هو لما اتكلم عنها في الكتاب عشان بيكلم عنها من منظور العلاقة الزوجية، كان بيقصد العلاقة الحميمة وازاي ان احنا نبقى بنهتم بيها ونديلها وقت، لان فعلا الموضوع دوت بقى حتى وقته مهدر، وما بقى كتير ما بيحطوش اولوية رغم اهميته الكبيرة. ولو هي علاقة مثلا مع الاصدقاء بتبقى السلام والاحضان، لو هي علاقة مع اطفالي بتبقى الطبطبة وان انا ابقى باخده في حضني، وان انا يبقى فيه فيزيكال تاتش او تلامسات رقيقه كده وبتوصل للطفل الحنيه. فدول الثلاث طرق اللي ينفع نعبر بيهم برضو عن التلامسات، ودول 5 لغات الحب. نورتنا يا دكتور. شكرا ليك. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله كده دايما منورنا في هي ومي. انا بستفيد جدا من حضرتك جداً. ويعني اتمنى شكراً. كل الناس تكون فعلا تطبق بقى الحاجات اللي احنا بنقول عليها، يقضوا كده عيد حب جميل، والايام كلها تكون عيد بالنسبه لينا احنا. مش على طول يعني فتره وجود الناس معانا بتبقى مهمه يا دكتور. امين. اكيد. نورتنا دكتور مينا جورج سمير، استشاري نفسي واسري، منور دايما يا دكتور. شكرا لك. ميرسي خالص. حضرتك جدا. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا الأولى، وهنروح مع بعض لفقرتنا الثانية ركن المطبخ بعد الفاصل، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا، وصلنا معاكم للركن المحبب لقلب السيدات والبنات، ركن المطبخ. النهارده بيسعدنا وبيشرفنا وبينورنا شيف مارينا صلاح، شيف حلو وحادق. منورانا يا شيف. ده نورك. الاخبار عامله ايه؟ الحمد لله تمام. طيبه النهارده. حضرتك طيبه. حاجه كده خليكي انت اللي تقولي عنها، هتعملي ايه النهارده؟ هتعمل لنا بقى الكيك هيكون عامل ازاي؟ هنعمل اول حاجه نجريسكو بالفراخ. أوكي. طريقه سهله وبسيطه، وساعات بنجيبها اصلا من محلات بتبقى مكلفه قوي، بس يعني هنعملها بأوفر طريقة. وممكن كمان نستبدل الفراخ، لو ما عندناش فراخ ممكن نعملها بالخضار عادي أو بالمشروم أو بأي حاجة احنا حابينها. أول حاجة بضيف زيت وزبدة تمام في طاسة تكون سخنة. احنا كده هنبدأ بالمكرونة نجريسكو. بعد كده هنعمل الحلو. تمام تمام. وبيبقى عندي مثلا الكمية بقى اللي أنا عايزاها فراخ يعني، بس هو يفضل صدور عن وراك يعني الوراك. عن الوراك. بنزل بالصدر على طول، وزي ما قلتي بقى علشان خاطر ممكن حد يكون نباتي مثلا، حد يكون ممكن يعملها بخضار بس يستبدلها بحاجه ثانيه، ما نستخدمش عادي الخضار يعني. كل اللي انا بحتاجه فيها هو البانيه طبعا، البصل بينزل معاه، هي يعتبر ني في ني كله. يعني هي بتسوي نفسها بقى جوه، بتندمج مع بعض بالظبط.
ماشي. يبقى اول حاجه البانيه متقطع مكعبات. مكعبات والبصل برده نفس الكلام. وفلفل بقى، بحتاج فلفل مثلا اخضر، فلفل الوان اللي متاح عندي بعمله، بس ما بضيفش اي حاجه تانية، ولا بضيف طماطم ولا جزر ولا اي حاجه من دي. حلوه قوي، مكوناتها بسيطه خالص يعني. واحنا شغالين فيها ندخل بقى على البشاميل نعمله بتاعها. ماشي، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه، وشيف مارينا بتعمل لنا نجريسكو الفراخ. البشاميل بقى بتاعي بحتاج مثلا معلقه كبيره سمنه. تمام، معلقه كبيره سمن. نقدر نبدلها بزيت ولا لا؟ متاح. ممكن متاح على فكره، ممكن نعملها صيامي، نبدل برضو اللبن. بدلنا كل ده. يعني نبدل اللبن بلبن جوز هند. اوكي، باول حاجه احنا الشيف بتعمل زي النجريسكو الفراخ اول حاجه خالص، وبعدين عليها البصل، وهي قالت لنا كده ان الحاجه نايف نايف. مجرد بس تاخد معايا لون. التوابل بتاعتي كلها مش محتاجه غير ملح وفلفل اسود وبابريكا. ملح وفلفل اسود وبابريكا بس، مش محتاجه اي حاجه تانية. حلوه قوي. ونقدر كمية الصدور يعني تعمل قد ايه مثلا؟ يعني لو ربع نص، يعني احنا نقدر متاح. طبعا من اقل حاجة متاح، كمان ما نعملهاش في صينية واحدة، متاح نجيب القوالب الفويل اللي هي مثلا بنشتريها من محلات الكشري. نحط فيها الخليط بتاعنا وندخلها على الفرن. بتبقى حلوة برضو، وبتبقى يعني لذيذة بالنسبة للولاد، بدل ما يشتروها من بره احنا ممكن نعملها في البيت بحاجات نظيفة، حاجات بسيطة. وحاجات بسيطة اللي متاحة عندنا. حلو قوي. اثناء واحنا بنعمل ده نعمل البشاميل، يعني هي حتى وقتها يكون بسيط يعني. بالظبط، مع ان المكرونة اللي هي ليها الصوص البشاميل بتبقى عارفة ان هو طبقات حجزت اليوم وحلل بقى لا دي كله على بعضه يتحط في صينيه ويدخل الفرن يطلع زي الفل. هو ده، ورينا طريقه بسيطه بقى للبشاميل اللي ايه بيستصعب. عارفه مجرد ما تقولي بشاميل كده، مجرد سمنه ودقيق. احنا كده ما حطيناش الدقيق، دي السمنه لسه. السمنه بس تسيح معايا. طيب احنا كده اول حاجه الشيف بدات في النجريسكو ان احنا بنعمل الحشو. قالت لنا صدور الفراخ بتكون متقطعه مكعبات، وعليها البصل برده يعني تعتبر نايف ناي، ما بتاخدش تسويه كتيره. هي لما تدخل الفرن هتستوي كلها مع بعض. او ممكن نبدل الفراخ بالخضار، ممكن نحط مشروم، ممكن بقى اي حشو حضراتكم عايزين. ممكن نحط هوت دوج مثلا، سوسيس، يعني نجريسكو مش مرتبطه بالفراخ. لا خالص. اوكي، هي طريقه بقى، يعني احنا بنبقى رابطين مثلا مكرونه نجريسكو يعني فراخ على طول. احنا حطينا قد ايه دقيق؟ الدقيق بحط 3 معالق كبار، كل واحد بقى ايه. مثلا انا بحب البشاميل الخفيف، هقلل دقيق. بحبه تقيل، هكتر الدقيق، عشان الدقيق هو اللي بيربط معايا البشاميل. ماشي، حلو قوي. انا شايفه المكرونه مش كتير، باكيت يعني حوالي 400 جرام. 400 جرام بس، ده هيعمل معايا صينيه كبيره. ان احنا كتير ان احنا نحط مكرونه كتير. لا لا، هي الطبق قد كده. البشاميل اللي بتختلف عن النجريسكو في كميه المكرونه. دي بتاخد كميه قليله، لان هي لازم تبقى جوسي كده في نفسها واحنا بناكلها، ما ينفعش تبقى قطعه قطعه. لا، لازم تبقى كده جوسي قوي، فما ينفعش نحط كميه كبيره من المكرونه، هتعجن مننا، مش تبقى هتبقى بشاميل. انا كده كله ابتدى يعني ياخد لون واحد، البصل مع هبتدي بقى اضيف رشه بسيطه ملح وبابريكا وفلفل اسود. ملح وبابريكا وفلفل اسود.
انت حابه طعم الفراخ يكون باين، ما تكونش مغطيه عليه التوابل. توابل في ناس بتحط مثلا بهارات فراخ، مثلا مكعب مرقه، فلا انا مش هستخدم ده كله. في ناس ما بتستخدمش ملح اساسا، يعني ما بتحبش الملح فما بتحطوش. طيب برضو لازم اهم حاجه نظبط الملح بتاعنا، عشان الوصفه كلها فيها حاجات كتير داخله فيها ملح، يعني البشاميل هيدخل فيه ملح، الفراخ نفس الكلام، المكرونه وهي بتتسلق بنحط لها زيت وبنحط لها ملح. طيب احنا الشيف دلوقتي بتعمل لنا مكرونه النجريسكو، دلوقتي بنعمل البشاميل وبن يعني الفراخ كده زي بتاخد تشويحه لحد ما نظبط دنيتنا. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، منورانا النهارده شيف مارينا صلاح، نعمل المكرونه النجريسكو. وصلنا لايه يا شيف؟ وصلنا ان احنا بعد ما قلبنا البشاميل وخد لون كده اصفر حلو، هو السمنه مع الدقيق، نزلنا بلتر لبن، لتر بس، تمام، وحطينا ملح وفلفل وبابريكا، نفس البهارات اللي انا مستخدماها في الفراخ حطيتيها في البشاميل. تمام. في ناس بتحب تحط مرقه، بس انت مش من محبين المرقه شكلك. لا مش اصل الفراخ لازم يبقى طعمها باين. أيوة. لو مش حاطه فراخ ممكن احط المرقه، يعني مع الخضار مثلا ممكن. طبعا. بس وحطيت مع الفراخ الفلفل الاخضر اللي انا مقطعاه. طبعا يعني اللي حابب ان هي تبقى سبايسي بيقطع فلفل مثلا اخضر اللي هو الحامي، حبيبها عادي بيقطع اللي هو الرومي، او ممكن فلفل الوان اللي متاح عندنا. طيب حلو قوي. ومقادير المكرونه النجريسكو قدام حضراتكم على الشاشه، والشيف بتورينا نعمل ايه. احنا خلاص هو كده المفروض ياخد غلوه وبس، صح؟ البشاميل بسيط خالص، يعني طريقته سهله، بس المهم ان احنا نكون حاطين يعني الدقيق يكون سايح في الماده الدهنيه اللي حاطينها، سواء سمنه او زبده او ايا كان اللي حاطينه، صح؟ بالظبط. ممكن نستخدم زيت، ممكن نستخدم سمنه، ممكن نستخدم زيت وزبده، بس زبده لوحدها لا عشان هتتحرق. في تركية بقى مش كل الناس بتحب تعملها، بيضيفوا جبنه وكريمه طهي في البشاميل. انا النهارده مش ضايفه كريمه طهي، بس هضيف جبنه موتزاريلا. ماشي. اللي متاح عنده يضيفها، اللي مش متاح برضو عادي، مش اساسي معايا في البشاميل. يعني هي المطه بتاعتها بتفضل حتى جوه ال اوكي. هاخد جزء صغير كده عشان اخلي جزء للوش. ماشي حلو قوي. دي جبنه موتزاريلا، حاسه عليها جبنه شيدر، صح؟ ميكس. ماشي. لو ضفنا لها كريمه طهي بتبقى طعمها حكايه. بتبقى القوام اتقل وبتبقى دسمه اكتر وكريمي بقى، وبتبقى كريمي خالص. بس برضو دي مش حاجه متوفره في كل البيوت دلوقتي. انت بتحاولي تسهلي يعني الدنيا، يعني اسهل حاجه نقدر نعمل بيها. حاسه انك حاسه بمعاناه الناس وبتحاولي ان انت تبصي فيها. احنا كده خلاص طفيتي على البشاميل؟ كده خلاص. اوكي كده اصلا هي جهزت معايا. ماشي. احنا سلق المكرونه، لما بتسلقي المكرونه لما تحطي الزيت بتصفي بقى بتتشطف تاني ولا خلاص كده ما بنشطفش تاني بمعلقه زيت؟ اوكي. عشان يعني تفضل واحده حبايه حبايه، ما تلزقش، وما اسلقهاش سلقه كامله عشان هي بتدخل تاخد سوا كمان في الفرن. بسلقها اللي هو مثلا اجي ادوقها كده تبقى بتعض معايا، بس حاجه بسيطه تاخد يعني سكن مش تكمل تسويتها في الفرن. بالظبط عشان ما تعجنش. طيب تمام كده انا خلصت. هاخد بقى المكرونه بتاعتي هنزل بيها على البشاميل. طيب انت كده حطيتيها كلها في البشاميل. ريحة الفراخ ابتدت تطلع، ريحة البشاميل حلوة جدا.
شيف، احنا كده عايزين نخلصهم في الطاجن بتاعهم علشان خلاص. انت نكستيهم كلهم مع بعض. طيب حلو قوي، دي مش طبقات بقى. طيب كده الشيف حطت المكرونه وهي مسلوقه لحوالي 400 جرام على البشاميل وعليهم الخلطه بتاعه النجرسكو، بس هحطهم في الطاجن بتاعهم وهيدخلوا الفرن على طول. طيب حلو قوي، جميل. وقلت لنا ان احنا حطينا نفس البهارات اللي في الخلطه اللي في الفراخ على البشاميل، ملح بالزبط. وفلفل اسود وبابريكا بالظبط. تمام حلو قوي. يعني ده يعمل حوالي صينية وسط او كبيرة. حلوة كمان كده، احسن ما ندوخ نفسنا ونعمل طبقة فوق وطبقة تحت. لا طبعا. هي كل حاجة مستوية اصلا. بتحطي عليها الجبنة الموتزاريلا في الاخر ولا دلوقتي؟ بحط جبنة دلوقتي. لان هي اصلا مستويه يا دوبك، بس ايه وانتي قلت لنا ان انتي عايزاها جوسي اصلا. بالظبط. طيب حلوه. جميل، ده ميكس جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر. والشيف ورتنا طريقة سهلة خالص للمكرونة النجرسكو بالفراخ، وقالت لنا ان احنا ممكن نستبدل الفراخ بالخضار، ممكن بقى مشروم، ممكن خضار زي ما حضراتكم حابين او متوفر، المهم ان احنا يعني نعمل حاجة نكون بنحبها وجديدة للولاد. حلوة قوي يا شيف. طيب احنا كده بعد ما نخلص المكرونة النجرسكو هندخل بقى على الحلو. ومناسبة بقى خلاص ان كل الحاجات اللي حوالينا الايام الجاية تبقى لونها احمر، فاحنا النهاردة الشيف عاملة لنا كيك للفالنتاين. نقدر ان احنا بقى بما ان الاسعار بقت غالية جدا، نقدر ان احنا نعمل حاجة في البيت نحتفل بيها مع الولاد ونلعب بقى مع بعض ونعمل حاجات حلوة في البيت تكون كده تحسسنا بالوقت اللي احنا بنمر بيه. حلوة قوي يا شيف. احنا كده المكرونة تقعد قد ايه في الفرن؟ بتاخد 10 دقايق. 10 دقايق. 10 دقايق مش اكتر. على حسب برضو قوة يعني لغاية ما الجبنة تسيح. بالظبط. حلو قوي. اللي ما تابعش معانا من بداية الحلقة، الحلقة بتكون موجودة كاملة على صفحة هي ومي وصفحة ميسات، الحلقة بتبقى كاملة على بعض وموجودة مقاطع بكل حاجة مرينا بيها خلال الحلقة. اللي ما تابعش المكرونة النجرسكو مثلا عملناها ازاي، بتبقى موجودة مقطع للمكرونة النجرسكو، بتقدروا حضراتكم تتفرجوا عليها وتتابعونا وتقولوا لنا بقى لو في اي فيدباك، اي حاجة عايزين تطلبوها مننا بنقدر ان احنا نعملها لكم في الشيفات الكتير اللي بتكون موجودة معانا، كل حد بيبقى اشطر من التاني. هنعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ هنعمل دلوقتي ستيك كيك وهنعمل هارت كيك بطريقة سهلة وبسيطة، ومش شرط عشان الفالنتاين، لا ده احنا ممكن لو عندنا اسبوع او عندنا مناسبة نعملها، هتكون سهلة ومش مكلفة واوفر من بره وانضف. حلوة. انت عاملة وايت شوكليت، مش عاملة دارك، مش مستخدمة الاحمر كتير. لا مش مستخدمه الاحمر كتير. كل اللي انا بحتاجه بستخدم اي كيكه انا بحبها، كيكه شوكولاته، كيكه فانيليا، اي نوع كيكه انا بحبه بعملها. بروح جايباها فتفتيها كده، جايبه مثلا معلقتين مربى حليب، معلقتين لبن، معلقتين مربى حليب. ياه دي بتتعمل ازاي؟ لا دي بتتباع جاهزه. بتتباع جاهزه بتبقى طعمها حلو قوي. مربى حليب. حلو. ماشي. او اي نوع مربى كنت بتقولي؟ او ضنت. انت سرحتي في مربى الحليب ونسيتيني. اي نوع مربى ممكن استخدمه، حاجه بس ايه تمسك معايا ايه الكيك. طيب حلو قوي. احنا ممكن نشوف المقادير بتاعه الستيك كيك والشيف بتشتغل
اول حاجه ان احنا بنفتت الكيك وعليها المربى وتاخد كده زي ميكس مع بعض. طيب مقادير الستيك كيك قدام حضراتكم على الشاشه والشيف بتشتغل. احنا كده خلاص هي جهزت الكيك، قالت لنا اي نوع كيك حضراتكم بتحبوه او موجود في البيت، تكون مثلا خلاص مش حابين ناكلها بالطريقه دي، ممكن ان احنا بقى ايه نعملها كده زي تدوير، نحط نفرفتها تبقى مفتته ونحط عليها مربى، مش لازم مربى يعني نكون نروح نشتري، ممكن نشوف ايه عندنا في البيت ونحط عليها المربى اللي احنا متوفره او عايزينه، صح يا شيف؟ اه مظبوط. طيب كده دي اول خطوه. القوالب دي بقى لازم نعملها في قالب ولا بنكون عاملين ايه؟ القوالب ايه؟ لازم يعني ليها قوالب معينه ولا احنا نقدر نشكل زي ما احنا عايزين؟ القوالب المتاحه عندنا، بس هو السيليكون حلو في حاجه ان انا لما بحط فيه الشوكولاته وبحط طبقه الكيك وعليها طبقه الشوكولاته وبحطه في الفريزر بيبقى سهل معايا ان انا اخرجه. أوكي. لكن مثلا لو عملت مثلا في قوالب الكب كيك اللي هي الصينيه مش هعرف اخرجه بسهوله، ولما اجي اخرجه ممكن الشكل نفسه يتكسر. فالسيليكون هو مش غالي وموجود عند اي محل بيبيع ادوات منزليه، بيبقى مثلا الشكل ده الهارت مثلا اللي هو الستيك اللي هو الايس كريم. ممكن اصلا في الصيف اعمل فيه ايس كريم. ايوه واخده اروح احطه في شوكولاته، خلاص ده بقى ايس كريم. حلو قوي. طيب احنا كده خلاص خلصنا الكيك، وهي زي ما الشيف قالت لنا ان هي الكيك جاهزه عندك في البيت، بس بتفتتيها وتحطي عليها المربى. هسيح بنسيح بس الشوكولاته. اي نوع شوكولاته بقى احنا بنحبها نقدر نستخدمها، بيضه دارك اي حاجه. والالوان دي الوان غذائيه خاصه بالشوكولاته، بقول له عايزه لون زيت خاص بالشوكولاته يعني لمحل مش لون الحلويات يعني. مش لون كريمه، عشان ممكن اقول له لون يديني لون كريمه احطه على الشوكولاته تخرز تبوظ معايا. طبعا. طيب احنا بنوصل فيها لقوام معين يا شيف صح؟ الكيك بنوصل كده لقوام ان هي تكون كلها ان هي تكون طريه جدا. طريه يعني الاثنين يكونوا ممزوجين مع بعض بقى قوي كانها عجينه يعني. بالظبط. كده خلاص دي الشوكليت. بالظبط. هبتدي اخد جزء جزء بالمعلقه وانزل في القوالب كده. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بقى نقدر ان احنا الولاد مثلا بالليل نقعد بقى كده نلعب مع بعض، نعمل بقى حاجات، هم يحطوا حاجه واحنا نحط حاجه وتبقى الدنيا لطيفه يعني. ابتدي اجيب على الجوانب كده. حلوه قوي. تفرديها في القالب. بالظبط. لغايه لما تغطي الشكل كله. الشكل كله. طبعا عشان بس وقت البرنامج هو المفروض ان احنا بندي كذا طبقه، يعني طبقتين مثلا من الشوكولاته دي. انا هدخلها الفريزر دلوقتي. طيب احنا بعد ما بتحطي الشوكليت تاخد شكل القالب بتحطي عليها الكيك. بحط طبقه الكيك وبعد كده طبقه شوكولاته ثانيه. بالظبط. طيب حلوه قوي. هنعمل اتنين بس من كل شكل عشان وقت البرنامج. والنجريسكو خلاص انا هطفي عليها دلوقتي. تمام. هي اخدت حوالي 10 دقائق. لغايه بس لما الجبنه تسيح، وانت قلتي ان هي بالضبط. عايزاها تكون طريه. مش عايزاها ان هي تكون ماسكه في بعضها كده وتبقى قطعة. بالظبط. ده نفس الكلام وزعته وهدخله واجي احط الكيك. تمام حلو قوي. احنا بقى كمان بما اننا في الشتاء فهي عموما بتتماسك بسرعه يعني. فبتبقى بتاخد وقت طويل. اول طبقه في الستيك كيك ان هي بتحط طبقه الشوكولاته سواء بيضه او الشوكولاته الدارك زي ما حضراتكم عايزين، او النوع اللي متوفر عندكم حابين نعمل حاجه كده جديده او حاجه تكون زي كده كاننا بنلعب مع بعض مع الولاد، او مع ان انا بقدم لهم حاجه جديده في مناسبه زي دي، ممكن نعمل الستيك كيك حلو قوي وبسيط يعني. ممكن لو عاملين حتى لو في كيك موجوده عندنا ممكن ان احنا نكسرها نحط عليها المربى والشوكولاته في القالب، جزء من تحت وجزء الكيك في النص، وبعدين نغطيها بالشوكولاته.
صح كده؟ اه مظبوط. هطلع الصينيه دلوقتي. ماشي حلو قوي. طيب كده خلاص خلصت النجرسكو. شيف ممكن تقول لنا عملناها ازاي للي ما تابعش معانا من بدايه الفقره؟ النجرسكو سهله وبسيطه. حلو. كل اللي انا احتاجته 400 جرام مكرونه هسلقها بس مش سلق كامل، واحتجت كمان لتر لبن، 3 معالق دقيق، مثلا فراخ او هوت دوج او خضار اللي انا عايزاه، ومعلقه زبده ومعلقه زيت بشوح فيهم الفراخ او الخضار. بعد كده بعمل البشاميل، 3 معالق دقيق ومعلقه سمنه كبيره، وبعد كده بضيف اللتر اللبن بعد ما اللون بيصفر. يا دوبك بس تتقل شويه معايا، بضيف بقى الجبنه بتاعتي او كريمه الطهي لو متاحه. ماشي. بس وبضيف بقى كله على بعضه، بحطه في الصينيه بتاعتي او في الطواجن، وبعد كده بحط طبقه الجبنه وبدخلها الفرن. تمام، قعدت حوالي 10 دقايق بس. جميل. هي ما بتاخدش وقت اصلا. والستيك كيك بقى اللي عملناها النهارده، قول لنا كده بسرعه يا شيف. الستيك كيك بجيب القوالب، اول حاجه بجيب طبعا الكيكه بفتتها، وبعد كده بضيف اي نوع مربى، اي نوع دونت، اي حاجه عندي، بس ان هي ايه تمسك الكيكه او تخليها عجينه بس، او اي كيكه بايته عندي او مش هناكلها اعيد تدويرها بشكل تاني بحيث ان الولاد ايه ما تزهقش. أيه. بس وبجيب القوالب السيليكون بتاعتي بضيف فيها الشوكولاته وبدخلها الثلاجه بس دقيقه، وبضيف عليها طبقه كيكه طبقه شوكولاته وبدخلها الثلاجه دقيقه وبطلعها كلها على طول. حلو قوي، جميل يا شيف، نورتينا. نورتينا شيف شيف مارينا صلاح، شيف حلو وحادق. عملت لنا النهارده المكرونه النجرسكو، ستيك الكيك للمناسبات بقى اللي احنا بنمر بيها، وقالت لنا ان احنا ممكن في اي مناسبه، مش شرط في الفالنتاين بس، لا اي مناسبه عندنا. صحيح، حلوه قوي. نورتينا شيف مارينا صلاح، شيف حلو وحادق، ان شاء الله دايما منورانا في هي ومي. كده النهارده عملنا المكرونه النجرسكو، ونكون حضراتكم تتابعوا الحلقه مره ثانيه على صفحه هي ومي وصفحه ميسات. انا بشكر حضراتكم جدا، بشكرك يا شيف مارينا، نورتينا. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من هي ومي. الى اللقاء. هي ومين لو وقت اللي بتستنين، هي ومين هي ومين ما هو علشانك، هي ومين أكلت شهية 100% أصناف جديدة في هي ومين، خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى، ما هو علشانك هي ومين، وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك، هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين، هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني، هي ومين هي ومين ما هو علشان، هي ومين هي ومين.